أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تولى أخيم شتاينر منصب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 19 من يونيو عام 2017، كما يشغل منصب نائب رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تضم 40 كياناً من منظومة الأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية المستدامة حول العالم. وعلى مدار ما يقرب من 3 عقود كان أخيم شتاينر أحد رواد مجال التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، فقد عمل بلا كلل لدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي والمساواة للفئات الضعيفة، وكان مدافعاً قوياً عن أهداف التنمية المستدامة وعن تطبيقها، وحرص ألا تكون بادرة أممية غير ذي تأثير حقيقي، لتكون المسيرة العملية لأخيم شتاينر هي مسيرة تنمية أممية أثرت وأثرت في حياة الملايين من البشر في شتى بقاع الأرض.